سيدتي سادتي، نرحب بكم على متن طائرة سيفاكس إيرلاينز. الرجاء الانتباه بعناية لعرض تعليمات السلامة. نستعد الآن للإقلاع. يرجى إعادة طاولة الطعام إلى الوضعية الأصلية، وكذلك إرجاع مقعدك إلى الوضعية المستقيمة. يتعين تخزين الأمتعة في الخزائن العلوية أو أسفل المقعد أمامك. يرجى ربط حزام الأمان عندما تكون إشارة ربط الأحزمة مضاءة. يمكنك تعديل الحزام بسحب الشريط، ويمكنك فكه برفع الحلقة المعدنية. نرجو منك ترك الحزام واضحا بحيث لن يزعجك أحد. لسلامتك يحظر استخدام أي أجهزة إلكترونية محمولة خلال التحرك أو الإقلاع أو الهبوط. يجب إبقاء الهواتف والأجهزة اللاسلكية الأخرى مغلقة طيلة الرحلة. التدخين على متن هذه الطائرة يعاقب عليه القانون، كما أن دورات المياه مزودة بأجهزة كشف الدخان. إذا احتجت للتزود بالأكسجين، تتدلى كمامات التنفس أمامك آلياً، وسيبدأ تدفق الأكسجين بمجرد سحب الكمامة باتجاهك. ضع الكمامة على وجهك وتنفس بشكل طبيعي. اعتني بنفسك أولاً، ثم قم بمساعدة الآخرين. في حالة هبوط طارئ، يرجى أخذ وضع الانحناء بما يتناسب مع مقعدك. سترة النجاة موجودة تحت أو إلى جانب مقعدك. عندما يطلب منك استعمالها، يرجى سحبها من مكانها ووضعها حول رأسك. لف الشريط حول الخصر واربطه من الأمام مع أحكام ربطه بشدة. يجب نفخ سترة النجاة عند مغادرة الطائرة فقط. يمكنك نفخ السترة أو تعزيز الهواء فيها باستعمال أنابيب النفخ الملحقة. السترة مزودة بأضواء تشتغل أوتوماتيكيا لجلب الانتباه. مخارج الطوارئ مؤشر عليها بوضوح بعلامات ضوئية باللون الأحمر. قبل أن تبدأ رحلتنا، حدد أقرب مخرج الطوارئ لمكان جلوسك. سترشدك أنوار ضوئية إلى ممرات الأبواب عند الحاجة. لتذكر هذه الإجراءات، يرجى قراءة بطاقة السلامة الموجودة في جيب مقعدك. سيمر أفراد الطاقم الآن لإجراء التفقد النهائي قبل الإقلاع. نتمنى لك الاستمتاع برحلتك مع سيفاكس إيرلاينز.